السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ عساكم طيبين. اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد بعد غيبة طويلة، ما هي طويلة، العذر الأول ما عندي عذر كذا، بس شفت ما في لا تفاعل ولا شفت ايه، انزل كل يوم اتعب انا كذا على الفاضي. امتى الجوال يقول التحديث، لا وش التحديث، يقول لي يا لا 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 امزح امزح، يقول دع الخزنة ممتلئة عشان اصور. يا ربي يا ربي، انا فحبينا اصوركم اليوم، لا جديد ولا حاجة، لبنان زيها، بس في انتاج الحمد لله، في انتاج من القطعة، من كل شيء كابر عندي. تذكرون الصغير اللي قلت لكم انتاج؟ هذا هو، هذا ما تصير، بس في انتاج. في هذا اصبعي ثلاثة، هذا الانتاج ثلاثة، مسكت لكم اثنين بس، شوفوا صغار مرة، صغار صغار صغار. يلا هلا 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 اخوان كل، والله لا جديد ولا حاجة. وانتاج الحمام ماش، انتاج الحمام، هذا الحمام، تذكرون البيضة اللي تقولوا لي حطها في البقاسة وين هي زي كذا، هذه هي، هذا الفرخ، هذا هو، ما شاء الله عليه، تبارك الله عليه، شوف، ليه عدت؟ عشان ردك عند أخوك، هذه أنا، ما شاء الله خايفة، هذه ما قلت لكم شيء عنها، هذه ما معي مقطوع عن إصبعها، أدري خلقه ما أدري. بابو روحي عارف جديد كل شيء، بس هذه ما قريت، والله والله استغفر الله، ان شاء الله باذن الواحد الاحد المقطع ان شاء الله لي بكره، وبس ينزلكم ان شاء الله يوميا. اذا نشر لي واحد، نشر لي اسمه كلوزر، ما ادري ما اعرف اقراه، المهم اذا من نشرني الونع ملكفه، ف بيض الله وجهه وجمال الله حاله وكفو متابعينه، ما قصروا نشرنا زينا، لا جديد ولا شيء. هذه السطول نفسها، هذه ان شاء الله قريب، شوف من الفضاء وقاعد تقل هذه البوي، فان شاء الله قريب قريب. انا جبت روح هذه اخوانا، هذه بس ما عندي هنا، ما لا يحولي، يبعد شوي مني، يبغى لي وقت يصير يجيبها. ليه ليه انا بتشوفون مفاجأة ان شاء الله، هذه ان شاء الله باذن الله ينزل لكم مقطع، ممكن على حسب النت، ممكن ما ينزل لكم الا في المغرب، انا اصور الصباح. الساعة كم ذي الحين؟ الساعة 5:55، يعني الساعة 6 إلا 5 دقائق، وهذه هي شوية برجع لكم، اروح اصب لهم ما وارجع. ورجعت، هذا الصغار طلعوا ياكلون، ثلاث ترى عمرهم 3 أيام إلى 4 أيام، قدم ياكلون وخلاص مفطومين إن شاء الله. هذه الموية جبتها لهم، هذا الحمام تروش فيها، والله ما يقرب الإبرة، حتى ما يوصلون، ما يقدرون يتسلقون. فهذا الحمام كل يوم ألقى حمام هنا، هذه مع بيضتين، نسيت ما أصور لكم اللي هنا، والله نسيت. بإذن الله اليوم بكرة بإذن الله، الله هذه بتاكلني، شوفوا قد انكسرت من هنا، نسوي زي كذا عشان رجع، عشان لا تضرب بيضتها البقرة، تبقى خلاص يرجع، شوفوا كانت مرة هذه خوافة، هذه الصور إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد، مسكين مسكين ان شاء الله المقطع باذن الواحد الاحد. المشكله برد وقروشه، وانا يعني لا متابع، بس كذا خلونا نصور، يلا باب الله، من باب الله. شوف ان شاء الله المقطع الجاي باذن الله، مشكله انا اقول اني ماني ايش، مشكله انا المستفيد من الحمام متعشش، انت وش دخلكم فيها؟ المهم ان شاء الله المقطع اللي بعد هذا باذن الواحد الاحد، اذا مني ان شاء الله باذن الله، ان هذه الصوله حطها هنا،
بإذن الله ينزلكم بكرة أو بعده. ويلا ما تنسوا اللايك، أهم شيء اللايك، تكفو اللايك والاشتراك تفعيل زر التنبيهات. تبغون أبغى أوصل الفيديو 50، شو ما بقى شيء على 50 من الحين. أنت شفت المقطع حقي عند أخوياك، إذا عندك قناة انشر لي، روح عند اخوياك قول لهم، قول يا اخويا يا شباب يا حبايب، شوفوا ضعيف، قم قمي، قول يا اخويا يا حبايب يا، روح عند هذا، هذا بيعطيني جائزة، قولوا كذا عشان هاي متمسك بها، قولوا هذا بيعطيني جائزة اذا ما نشرت له، كذبوا كذا عليهم عشان بس تتابعوني. ابغى اليوم او بكره اوصل 50، ما باقي لنا شيء، ان شاء الله كلوزر ما ادري كلوزر ما ادري اسمها غريب ينشر لي، ان شاء الله نفرح بالمتابعين حقنا. قول يا مرحبا لي الف حبيبي، عذبته جو باقي كنا شيبان. يلا مع السلامه، تنسوا لايك والاشتراك في زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. والله الذي لا اله الا هو، والله اللي ما يشترك هنا اشتركوا اعزائي التميات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا مع السلامه.